شاركت اليوم وزيرة البيئة ناصرة بن حراث عبر تقنية التحاضر عن بعد في الدورة الاستثنائية الثامنة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، والذي جاء تحت شعار تدعيم العمل البيئي لعودة ناجعة ما بعد كوفيد-19 في إفريقيا. الدورة تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التدابير لصالح الطبيعة، حيث أشارت الوزيرة في تدخلها إلى المسؤولية الجماعية للدول الإفريقية في اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة. أكدنا أن الجزائر مستعدة لمواصلة الجهود لحماية وتعزيز صمود بيئتنا ومواردنا الطبيعية والتنسيق مع الشركاء للعمل لصالح القارة الإفريقية، بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد التنوع البيولوجي وأنظمتنا البيئية. إن الرؤية المشتركة للبلدان الإفريقية ستسمح للقارة بتعبئة رأس مالها الطبيعي ومواردها البشرية لصالح شعوبها.